مرعوض رئيسها لرئاسة الحكومة من 2016، وهذا الشيء أنا كنقول لكم معلومات سمعتها مدنية من عند السيد الرئيس نفسه. طيب ملي حيدتيونا مارك مسعود صافي سيدي حنا نرجعو بحالتنا وديروا الربح ديروا الخير. أجلتي ماذا فعلت هذه الحكومة لصالح الوطن؟ وسمحوا لي قبل ما تتكلموا على الغلاء وهذا الأخ اللي جابت السنارة اختصر الكلام. الجميلة ديال المغاربة هي خصهم إذا كانوا حكومة ما يجيوش يبقوا يبكيو علينا يقولوا لنا الحكومات السابقة هي المسؤولة على هادشي. يقول أنت إذا كانت مسؤولة على هادشي ولا ماشي مسؤولة على هادشي، أنت جيتي باش تحل المشاكل اللي كانت هي مسؤولة عليها واللي ما كانتش هي مسؤولة عليها، واللي وقعات لأن وقعت الحرب في أوكرانيا، واللي وقعات لأن وقعات واحد العدد ديال المشاكل. أنت هادي مهمتك، ولا ما كنتيش قادر باش تحل المشاكل تخصك على الأقل تخرج عند المجتمع وتتكلم معاه بصراحة وتتكلم معاه بصدق وتقول له يا ودي هادشي اللي عطى الله ها هو السبب ها هو السبب ها هو السبب. المغاربة راهم ناس عقلهم وأذكياء وتيفهموا وراه عندهم ثقافة، راه ما كاينش مغربي ماشي مثقف. المغاربة اللي كيسمعوا القرآن الكريم تيقراوا القرآن الكريم تيصليوا وتيقراوا الفاتحة وتيعرفوا وتيقراوا الآيات وتيعرفوا كلهم مثقفين. دابا قولوا لي هاد الحكومة هادي شنو دارت؟ هاد الحكومة ما منتبهاش لبعض الأشياء الأساسية. الأولى قبل ما يكون فيها المشاكل ديال الغلاء ولا ديال الرخاء، هاد البلاد هي بلد إسلامي. ماشي اليوم، ماشي البارح، ماشي من الاستقلال، هذه قرون عديدة قبل أكثر من 13 قرن، وهي دولة مستقلة أكثر من 12 قرن، قائمة على أمرين أساسيين: الإسلام والملكية. الإسلام في المجال ديال السياسة أنا ما كنديرش لكم موعظة، أنتم تبارك الله كلكم كتعرفوا المواعيد وكديروها. الإسلام هو أنك أنت ملي تجي تحكم وقبل كل شيء خاصك تكون صادق مع الناس. كيفاش هاد السيد رئيس الحكومة يعني يغمض جفنه وقد وعد الناس قبل ما يجي وعدهم بوعود لا تنتهي، قال لهم غادي نعمل الأطباء 5000 درهم ورجال التعليم 2500 درهم والناس اللي عندهم فوق 65 عام غندير لهم 1000 درهم، وبدات يقول الكلام بحال هكا. مع الأسف سمحوا لي إخوان المغاربة واحد عدد منهم صدقوه، واحد عدد منهم مع الأسف صوتوا مقابل دراهم محدودات. سمحوا لي يا أخوتي المغاربة اللي صوتي مقابل دراهم محدودات، ما عندكمش الحق اليوم تحتجوا لأنكم أنتم خديتوا الفلوس. كنهضر على اللي خدا الفلوس، اللي باع اللي باع باع ما لا يجوز بيعه، باع صوته، باع كرامته، باع وطنه، باع مستقبله. والذي اشترى لا يهتم لك بعد ان اشترى منك. يا للاسف واش 200 درهم ولا 500 درهم ولا قفه ديال الجود. انا بعدا بالمناسبه هذيك القفه ديال الجود ملي كانت وقت الانتخابات طبعا ما عجبنيش الحال، ولكن قلت على الاقل مادام بلاهم الله بالقفه يحركوها في الوقت ديال رمضان ويحركوها في الوقت اللي كان الغلاء والو لم نرى لها اثرا. كيفاش؟ علاش هاد القفه هادي تكون غير في الوقت ديال الانتخابات؟ ياك انت عندك الفلوس وعندك الامكانيات وكتخرج القفه وخرجها كذلك في الوقت اللي الناس محتاجينها. ديك الساعات حنا غنصفقوا عليك ولا احتاجيتينا نعاونوك باش نوزعوها، حنا مستعدين. لكنهم لم يفعلوا. هاد الناس اخوتي الكرام المحترمين تيخصهم يعرفوا بلي هاد البلاد قايمه على الاسلام اول ما قلت كل شيء، والاسلام كيقتضي الصدق. وخصك ملي قلتي للناس غنعطيكم ونعطيكم ونعطيكم تعطيهم، ولا ما كانش عندك
خاصك تخرج تقول للناس قلت لكم غنعطيكم ونعطيكم ونعطيكم وما عطيتكمش لانه الظروف ما سمحت لياش. ها الميزانيه اش كتقول؟ ها الميزانيه اش كتقول؟ في الوقت اللي حنا كنسمعوا باللي المداخيل ديال الضرائب كتقدم، مداخيل مختلفة ديال السياحة كتقدم وديال المغاربة المقيمين بالخارج كتقدم، في هذا الوقت هذا وكنسمعوا باللي الميزانية تتحسن، هذه الوعود هذه تبخرت. كيف يعقل هذا الكلام؟ ثانيا هذا السيد رئيس الحكومة ديالنا أنا تنعرفو معايا 5 سنوات، هو رجل لطيف ماشي مشكل، ولكن هو رجل أعمال ورجال الأعمال الإخوان تكون عندهم واحد الهدف أساسي وهو أن تنام في العسل وإن كنت ستصبح على الزفت. رجال الأعمال طبعا هذا مواعيش، هذا مواعيش، باقي هادشي ديال الفلوس خدام. التقرير اللي جانا من عند الإخوان ديالنا بني ملال أن الأموال وزعت في الانتخابات بدون حدود. فحنا كنقولوا لهذا السيد هذا إن مسؤوليتك كمسؤول هي أن تنتبه للمواطنين بصفة عامة. الأولى سهل المامورية للمقاولة متفقين، ولكن ماشي سهل المامورية للمقاولة هي الشركات اللي كيربحوا في 35% تقول باش نقدهم مع الشركات اللي إمكانياتها محدودة كيخلصوا 10% نقدهم زوج 20%. واش تفهموني اش كنقول ولا لا؟ الشركات اللي كانت كتربح ولاباس عليها وكتخلص 30% كانت شركات اخرى الامكانيات ديالها متواضعه كتخلص 10%. قال لك اسيدي غنقادهم ردهم كاملين في 20%. اذا هذوك اللي عندهم الامكانيات المتواضعه طلعتيهم وهذوك اللي كانوا كيربحوا زايد هبطتيهم. كيف يعقلوا الكلام؟ الشركات اللي عندها ارباح كبيره بحال الابناك وبحال هذوك طلعهم من 35 ل 40%. مزيان الشركات ديال المحروقات اللي انت عندك الشركه